النية لابد أن تصاحب العمل من أوله إلى آخره، والصلاة من أولها إلى آخرها النية مصاحبة لها. ما يصير واحد كبر للظهر عندك أوه ما صليت الفجر يلا هذه الفجر، ما يصير، تقطع وتكبر من جديد. لابد تكون نية من أول الصلاة إلى آخرها موجودة ما تتغير. هذا لما نتكلم من فريضة إلى فريضة، ما يصير تغير فريضة الظهر تخليها عصر أو فريضة العصر تخليها ظهر، ما يصير، ما يصير تغير النية أثناء الصلاة. أو نافلة أنت كبرت للنافلة مثلا سنة العصر مثلا قبلية مثلا تذكرت ما صليت الظهر، قلت لا لا خلاص الظهر، لا ما يصير النافلة ما تصير فريضة، ما أقدر تحولها إلى فريضة. شو يسوي؟ يقطع ثم يكبر من جديد إلى صلاة الظهر، واضح ولا لا؟ لكن من أعلى إلى أنزل ممكن، يعني الفريضة ممكن تسويها نافلة. مثلا إنسان جاء ولا طالع الصلاة، صلاة العصر مثلا دخل المسجد ولا صلاة طالع الصلاة مو مصلين خالصين زين، قام مكبر العصر وهو يصلي بالركعة الثانية ولا تقام الصلاة، طلع مضيعه ما طلعت الصلاة، متأخرين بالإقامة، ممكن مصلي مسجد العتيجي، تعرفون مسجد العتيجي؟ مسجد العتيجي 45 دقيقة يقيم الظهر زين، فهذا دخل يحسب مصلين صخ المسجد وكذا يحسب مصلين، وهو يكبر صلى في الركعة الثانية أقيمت الصلاة الرسمية بالإمام الراتب. طيب هنا ماذا يفعل؟ قال يحولها إلى نافلة. فالفريضة ممكن أن تتحول إلى نافلة، لكن لا تتحول إلى فريضة ثانية ولا تتحول النافلة إلى فريضة، لكن الفريضة تحول نافلة تحول إلى نافلة ما في مشكلة، حتى نافلة إلى نافلة ما في مشكلة. يعني مثلا أنت جيت تصلي الوتر ركعة واحدة كبرت وأنت تقرأ شفت فيك نشاط، قلت خليها خمس ليش واحدة فيني فما في بأس، غيرت النية من ركعة إلى ركعتين من وتر إلى شفع، أو العكس جاي بتصلي ثلاث ركعات وتر كبرت شعرت بعز وكسل وكذا خليتها واحدة. المهم أن تغيير النية من فريضة إلى فريضة لا تصح، من نافلة إلى فريضة لا تصح، من فريضة إلى نافلة تصح، من نافلة إلى نافلة تصح. طيب